حقيقة كان في علم النحو وفي علم الميراث وفي مبادئ الفقه له يد، يعني فهو يعتبر من المشايخ فيما بعد. لا يخفى أن الشيخ سيف كان قوي الذاكرة وكان شديد الحفظ وكان محبا للعلم، فقل أن تمضي ثانية إلا وهو يقع بنفسه قبل أن يتضاعف نظره، وبعد أن تضاعف نظره كان يتردد إليه عدد من طلبة العلم، وكان وقته عامرا لا يمكن أن تمر ثانية إلا في مذاكرة علم. كانت له مسامرات ومذاكرات ولم يترك لا طلب العلم ولا دراسة العلم ولا التدريس. الشيخ سيف حقيقة فريد من نوعه من حيث سلامة الصدر، كان سليم الصدر وكان مرح في الوقت نفسه، وكان يعني يحترم العلماء ويحترم المشايخ، فهو يتواضع كل التواضع من حيث لا يشعر في نفسه بأنه يعني أصبح مدرس أو أصبح كذا إلى ذلك.